الحساب من فضلك. بكرة الصبح يكون تحت أمرك أول ما يفتح المحل.
اتفضلي اوصلك مطرح ما انت عايزه. اتفضلي. كنت قويا اخرج. اصحى يا سيد، اصحى. هذا الغم. اصحى يا سيد، اصحى. طيب انا هعرف اصحيك ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. دي حلوه، حلوه قوي يا فندم. طب انت مالك انت؟ انا خدت رايك. طبعا حلوه غصب عنك. غصب عني وعن ابويا كمان. على فكره يا سيد، انت شفت الفيلم اللي في سينما ريفولي؟ ايوه يا فندم شفته. ده فيلم حلو قوي، جميل جميل قوي. خليك معايا هنا. معاك. خد ادي جنيه، روح اتفرج عليه تاني وهيص بالباقي. بس ده زمان اشتغل مش كده ولا ايه؟ وبعدين وياك تقدر تلحقه. الحقه ازاي؟ الحقه عشان الحقه لازم اروح بتاكس مش كده؟ خد روح بزفت. اروح بزفت. بس انا لسه ما اتعشتش مش كده؟ مش لازم اتعشى؟ ادي 50 قرش. يلا 10% خدمه. يلا اتفضل. ارجع بعد السيما يا بيه. اوعى توريني وشك قبل بكره الصبح. بكره الصبح؟ يبقى عايزين اجره القنط. قول بقى. حاضر. اتفضل. ما قلتليش اسمك ايه؟ دلال. اسم جميل. ما تعرفيش قد ايه انا سعيد ان الجمال ده كله اتنازل ونور شقه واحد عازب طول عمره عايش لوحده، لا حد بيسال فيه ولا يعطف عليه. ميه ولا صودا؟ اي حاجه. اتفضلي في صحتك. قومي نرقص. الدنيا حر الليلة دي. We'll be right back.
ألو، أهلا أهلا زيزي، إزاي الصح؟ الحمد لله. الجمعة اللي فاتت لا، أصلي كنت مسافر عشان والدتي كانت عيانة. أنا لا دي أنا إزاي أعمل كده؟ أنا لازم اتجننت. طب أقولك بالصراحة يا ستي، في الحقيقة أنا عندي ضيوف من البلد كبسوا عليا فجأة ومش هقدر أزوغ منهم أبدا. طيب طيب، لا أنا حاب أكلمك والله، إذا فضيت بكرة أنا هعدي عليك كده. لا ما سمعتش. لكن غريبة أوي، ده الفرح بكرة، أعمل إيه؟ نتفاهم. أتصرف إزاي؟ أما نتقابل نتفاهم كل حاجة. انتي عارفه مع عزتي كانت شكلها ايه؟ يا سلام. طيب الحمد لله، يعني عدت على خير. انا مش حرامية، انا محتاجة للمبلغ ده جدا، واعتبره دين هردهولك. سامحني. طيب باي باي يا زيزي، معادنا بكره الساعه 9. دلال 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 دلال، بنت الكلب أول مرة واحدة تستغفلني. لو وقعت في إيدي هفتكها حتت. حصل حاجة؟ مش تحاسب؟ معلش غصب عني، أنا آسف جدا. تحب أوصلك؟ أوصلك؟ لا متشكرة. معلش أرجوك، الناس بدأت تتلم. مفيش حاجة يا جماعة، اتفضلوا اتفضلي اتفضلي. تحبي حضرتك اوصلك فين؟ القلعه. المهندس كمال ادهم مدير مصانع والدي عمر بيه ادهم. تشرفت. وحضرتك؟ هدى العروسي من عيله العروسي اللي في المنيره؟ لا دي عيله تانيه. انا بنت المرحوم الحاج علي العروسي. ويا ترى في كليه ايه؟ انا بشتغل بشتغل في محل فريال للروايح. ومبسوطة في شغلك؟ الحمد لله الحمد لله.
ماما. مساء النور يا حبيبتي. ايه ده؟ وبعدين معاكي بقى يا ماما؟ الدكتور مش منبه عليك ما تتعبيش نفسك. انا بخير يا حبيبتي، دي حاجة بسيطة. حاجة بسيطة ايه بس يا ماما؟ هترجعي تقولي لي كده تاني؟ ده مجهود بيتعب قلبك. احنا مش اتفقنا ان عليكي الطبيخ وبس؟ حبيبتي اتفضلي بقى وانا هكمل الباقي. حاضر. ومش عايزين دلع امهات. ربنا يخليكي ليا يا هدى. ولا يحرمنيش منك ابدا يا ماما يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا ماما. تعالي تعالي. اخي مرض. انا هعرف اربيك. اعملي بس افهمك. حط عينك. يا خاين يا ابو عزيخه. انت لازم تطلعني دلوقتي حالا. وبعدين معاك يا فاطمه، ما يصحش كده كل يوم فضايح وجرس قدام الناس. هعمل ايه؟ هذا كان راجل خاين ديني بيرمرم ما يملاش عينه غير التراب. هو ايه اللي حصل؟ ظبطته في السطوح بيبوس البت المسلوعه اللي اسمها سريه. صحيح الكلام ده يا استاذ حسنين؟ مظلوم يا ناس مظلوم. يا بجاحتك، ده انا شايفاك بعينيا دول. ده انا كنت بوشوش. والنبي ايه؟ خش يا اخويا في عيب. خش. اخص عليك يا فاطمه. بتشوفي في جوزك اللي بيحبك وبيموت فيكي. ما عمايلك اللي بتخليني اشك؟ هو انا عندي اعز منك يا فاطمه يا عداد قلبي. اوعى اوعى. بس حسنين منين ورايح تبقى تبطل وشوشه؟ بحبك يا ايه ده؟ طب خدي يا شبر واقطع. يا سلام، ولاد حلال قوي الجماعه دول. فعلا دمهم خفيف قوي. على فكره يا ماما، مش بنتك بقت حاجه هاي خالص؟ تصوري وصلتها لغايه البيت دلوقتي، عربيه شيك طولها 7-8 امتار. ايه الكلام ده؟ زي ما بقولك كده، وانا بعدي الشارع جت العربيه دي وكانت هتدوسني. بعد الشر. وبعدين صاحبها فرمل على اخر لحظه. تفتكري تلاقي مين؟ مين؟ المهندس كمال ادهم ابن المليونير عمر بيه ادهم. ورق يا عمر بيه. على مهلش يا مفرق اللذات. في الكون؟ لا. واحد. اتنين يا بيه. سابيه. وانا اتنين. قول للاستاذ شوكت انه يجي حالا. حاضر. احنا هنقضي لنا كام ليله حلوين في باريس، وهشتري لي كل اللي انت عاوزاه. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا انكل. انكل؟ انت هتعجزيني يا طنط. بشر يا انكل. افندم. يا شوكت، احجز لنا تذكرتين على اول طياره مسافره لباريس. حاضر يا فندم. صول. شفت؟ انا عندي كاريه قاس. وانا عندي كريمه ليه؟ مش قلت لكم انا مولود في برج التيس. كفايه كده الليله. ما تنسوش حفله الجمعيه الخيريه الحد الجاي. طيب. يا ترى مين اللي كسب الليله دي؟ سانت سميره شطبت علينا كلنا. حق ده عصرتنا وشطفتنا. مساء الخير. اهلا كمال بيه. اهلا يا فندم. وحشتني قوي. تشكر يا فندم. لا تصنفي الايام دي، اللي واخد عقلك يتهناك. اللي واخد وقت كمال ابني شغله في الشركه. مع السلامه. انست مشرفت. تصبحوا على خير. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامة. مع السلامة يا فندم. بابا، أنا النهاردة مضيت عقد شركة المقاولات المتحدة. على خيرة الله. شوف يا ابني، أنا دلوقتي أديت رسالتي، ومن الآن فصاعد أنت اللي هتتولى المسؤولية عني. تحت أمرك يا بابا. هو قدها وقدود. ربنا يحميك يا كمان. ويخليكوا ليه يا ماما. ميرسي يا حبيبي. كيس؟
سلام، ده من سالم خطيبك؟ ايوه، اترقى وخد الدرجه الثامنه. مبروك. اظن دلوقتي مفيش حاجه هتاخركوا عن الجواز. لسه قدامه 15 على بال ما ياخد اجازته ويجي مصر. مش قادره اتصور يا سعاد ان احنا هنقدر نبعد عن بعض. حقيقي هتوحشيني قوي. مش متفقين هتبقي تزورينا في اسوان؟ ان شاء الله. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. في الحقيقه انا جاي عشان اطمن عليكي. ايه؟ زي رجلك دلوقتي؟ الحمد لله، دي كانت حاجه بسيطه. يا ده في عندكم انواع عظيمه من البارفانات. ازاي ما صادفنيش الحظ واجي المحل ده قبل كده؟ تسمحي توريني النوع ده؟ حاضر. ايوه يا فندم. يا دي اتمنكم معقوله جدا. متشكره. هاخده. اي خدمه تانية؟ ممكن اشوف النوع ده؟ حاضر. اسمعي علبه كمان. اي خدمه تانية؟ شكر. اتفضل. ميرسي. كيس. يظهر الزبائن عندكم هنا خيار وفاوس. تقصد ايه حضرتك؟ امبارح كنت طالعه فيها ومناخيرك في السماء، واديني كشفتك يا شاطره. ايه ده؟ انت ازاي تتكلم معايا بالطريقه دي؟ لا ده انا اكلمك قوي. انا زبون وانت هنا مش اكتر من حته بياعه. زبون يجي يشتري من المحل، مش يجي المحل مره واثنين وثلاثه عشان يعاكس ويلقح جتته. ما تتغرش بنفسك بقى وشويه البويه اللي حطاهم على خليتك. لم لسانك وبلاش قله ادب. انتوا اللي ستين ولا قله ادب. ايه ده؟ انت يا استاذ انت. لايمها بقى احسن ما يحصلكش. طيب هيحصل ايه يعني؟ هندهلك البوليس. وانت اللي حشرك. المتبازيل قريبتي. قريبتك؟ ايوه قريبتي. اياك تتعرض لها تاني. اتفضل. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. انا ما عملتش حاجه. المهم ما تكونيش انت متضايقه. ياما بنتعرض لحاجات زي كده كتير قوي. معلش يا ستي، هتعملي ايه في الرزاله؟ سعاد زميلتي واعز صديقه ليا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم. هدى كلمتنا عنك ومدحت لي في حضرتك كتير قوي. ميرسي قوي. إذا ما كانش عندكم مانع نروح نتغدى في أي حتة. معلش أنا آسفة، ما أقدرش أتأخر بره لما أخد إذن من ماما. نخليها لبكرة. تكوني أنت خدتي إذن من ماما وتكون سعاد خدت إذن هي كمان. أوي أوي، مفيش أي مانع. أنا هعمل حسابي على بكرة. طب خليها بقى يوم الأحد. حاضر. شكرا. باي باي. مع السلامة. استعجلي بقى يا هدى، الساعة بقى 8 ونص وزمان كمال جاي. حالا. هدى يا حبيبتي. نعم. مش هتعشي الا ليه، ما تتأخريش. لا يا ماما، اتعشي انت عشان احنا هناخد سندوتشات بعد السينما وهاجي على طول. مصطفى. اتصل بكل اعضاء مجلس الاداره وقول لهم ان الاجتماع هيتاجل ليوم الثلاث الساعه 11. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. امر سيادتك. ده تقرير تعمله يا استاذ شوكت عشان نعرضه على مجلس الاداره؟ كل بياناته غلط في غلط؟ انا اسف يا فندم. اللي كتبه الاستاذ عبد السلام. انا مش قايل لك ان ده موضوع خطير ولازم انت اللي تبشره بنفسك؟ في الحقيقه يا فندم كنت مشغول قوي. عذر اقبح من ذنب. انا يا استاذ اضطريت اجل اجتماع مجلس الاداره لحد ما يتكتب تقرير مظبوط. ارجو سيادتك يا فندم تغفر لي الغلطه دي. هي دي اول غلطه؟ اتفضل اكتبه من جديد ويكون جاهز قبل يوم الثلاث. حاضر يا فندم. ايوه ام وزير. ده طلب سلفه ب 10 جنيه مقدمه لاستاذ بيومي عشان بنته عيانه. يصرف مبلغ 20 جنيها إعانة من الشركة.
في الحقيقة ده من أحسن الأسطوات اللي عندنا. شكرا. العفو. اهلا وسهلا يا فندم. لحظه واحده هدى. ايوه خدي كمال. طيب الو. بخير الحمد لله. ازيك انت؟ الحمد لله. ازيك انت؟ انا عايز اعزمك انت وسعاد الخميس الجاي على حفله نادي الفروسيه. يهمني جدا انكم تيجوا لاني مشترك فيها. ها ايه رايك؟ ها نروح قوي قوي وان شاء الله تطلع الاول. ألف مبروك تاني يا كمال. مش قلت لك وشك حلو عليا؟ عقبال كل سنة. شكرا يا سعاد. انا غمزت يا ست هدى. غمزت ايه انت كمان؟ ما تبقيش عبيطه. انا اللي عبيطه ولا انت اللي بتستعبطي؟ انا واخده بالي من كل حاجه. مبروك عليكي. يا ستي انا فين وهو فين؟ الله وماله؟ ما سندريلا كانت بنت غلبانه وشافها امير حبها واتجوزها وبقت اميره قد الدنيا. ده كلام في رواياته وبس. صدقيني دي بدايه قصه حب. تفتكري؟ تراهنيني؟ أرحنك. باي باي. مع السلامة.
خسائر. الحمد لله ربنا يعوض علينا. المهم صحتك انت يا عمر. ربنا يخليك لينا انت يا شريفة ويديم رضاك علينا. كمال قام بدور بطول النهار. تصوري اني رمى روحه في النار علشان ينقذ عم مدبولي. ينقذه من الموت. من النار. انا فخور بيك يا كمال. وانا معتز برأي سعادتك فيا يا بابا. اهلا يا هدى، ازيك؟ الله يسلمك، اتأخرت عليك؟ لا ابدا، اتفضلي. تعرفي اني ما صدقتش وداني النهارده الصبح لما سمعت صوتك وانت بتكلميني في التليفون. ليه؟ عشان دي أول مرة تطلبيني فيها. المهم يا ترى إيه الموضوع المهم اللي خلاكي تطلبي إن احنا نتقابل؟ الحقيقة أنا اتضايقت النهاردة لما قريت عن خبر حرق المصنع. آه، وجيتي عشان تخففي عني. ده شعور نبيل أوي يا هدى. اطمني، الخسائر بسيطة. صحيح. وحياتك عني. طب الحمد لله. ما عندكيش فكرة قد ايه انا سعيد باهتمامك بيا، وحاسس اني مش هقدر استغنى عنك ابدا، وعايزك دايما جنبي. ها ايه رايك؟ ما بترديش عليا ليه يا حبيبتي؟ ارجوك ما تطلبش مني نرد على السؤال ده. ليه؟ انت لازم تتجوز من مستواك. مستوايا؟ مستوايا يعني ايه؟ هدى انت عندي احسن من اي واحده في الدنيا. انا ما استهلكش يا كمال. انا مش فاهم ايه الكلام الغريب ده. انت متصور ان ممكن اوافق على الافكار الغريبه دي؟ مش ممكن. هدى، هدى يا حبيبتي احنا بنحب بعض. ايوه، مش ممكن اخلي حاجه في الدنيا تقدر تفرق بينا ابدا. انساني يا كمال. مش ممكن. ارجوك تنساني. مش قادر. مقدرش. وانا مقدرش. هدى، هدى،
ماما. هدى يا ماما. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا حبيبتي. اتفضلوا اتفضلوا. اتفضلوا. دقيقة واحدة. متأسفة. ماما ماما ماما. كمال وأمه شايفة هانم هنا. مش معقول. جم لحد هنا؟ أيوة. سيبي اللي في إيدك وتعالي قبليهم. أيوة بس مش معقول قبلهم يا ماما. مش هتلحقي تغيري بقى. أيوة بس يا هدى. لازم تعبيهم يا تاتي. دول جايين لك مخصوص. يلا بقى يلا 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 ماما. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا كمال ادهم. تشرفنا يا كمال بيه. انا اللي تشرفت. عند اذنكم. اتفضل اتفضل. ميرسي. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. يا دي الكسوف. ولا كسوف ولا حاجه. الحكايه بقت في بيتها. الف مبروك يا هدى. متشكره يا سعاد. عقبال فرحك انت وسالم. ان شاء الله يا رب. أنا مكسوفة قوي. ولا كسوف ولا حاجة. ممكن أدخل؟ عن إذنكم. مبروك يا هدى. ألف مبروك. مامتك وافقت على خطوبتنا. الله يبارك فيك. هو والدك موافق؟ هو دلوقتي في أوروبا ومش هيجي قبل 4-5 أشهر. يبقى كان لازم نستنى لما يجي. شوفي يا هدى، كل جيل يا حبيبتي وله آراءه وأفكاره. والدي من جيل رجالنا، ومش ممكن نضحي بحبنا عشان أفكار قديمة إحنا نفسنا مش مقتنعين بيها. أيوه بس مش لازم أكون أنا السبب في إنكم تزعلوا من بعض. ومين قالك إن ده هيحصل؟ إحنا هنتجوز من غير هو ما يعرف. وده ممكن يا كمال؟ ممكن جدا، لأنه من حسن الحظ إن هو مشغول بحياته الخاصة وبيقضي معظم شهور السنة في أوروبا. المهم انك انت توافقي. هنتجوز ونقضي شهر العسل في لبنان. ها ايه رايك كمال؟ شوفي الدنيا وشوف حلاوتها، شوفي
بابا هنا يا هدى. ما كانش عندي فكرة أبدا إنه في لبنان. إحنا لازم نمشي من هنا حالا. إحنا لازم نرجع مصر. مبروك يا كمال بيه، اليوم ده عيد لنا كلنا. شكرا يا اسطى حسنين، وعقبالك انت وفاطمه. لا اصل احنا محددين الناس ليه يا بيه. الف مبروك يا كمال يا حبيبي. شكر يا نينا. ده اسعد يوم في حياتي يا حبيبي. ربنا يخليك لينا يا ماما. تتربى في عزكم ان شاء الله. شكرا يا فاطمه. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك.
ليه ما اتصلتيش بيا اول ما حسيتي بالولاد؟ اتصلنا بيك في كل حته، ما كنتش موجود، بس الحمد لله كانت الولاده سهله. الحمد لله. ربنا ادانا بنت حلوه تشبه لك يا كمال، هنسميها هناء زي ما اتفقنا. يا حبيبتي افتكر يا نينا دلوقتي تقدري تسيبي شقه القلعه وتيجي تقعدي معانا هنا عشان تربي هناء. ربنا يخليها ويحميها. انت عارف يا حبيبي من الصعب عليا ان اسيب الشقه اللي قضيت فيها عمري. اللي يريحك يا نينا. هناء يا حبيبه بابا. كفايه كده بقى يا ماما، تيجي نتسابق؟ بس انا هغلبك. مش هتقدري. اقف انت حكم يا بابا. حاضر يا حبيبتي. شوفي بقى، تروحي لحد الحجر ده وترجعي تاني، موافقه؟ يلا واحد اتنين. لا 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 احنا هنخم ولا ايه؟ تعال لسه عادش ثلاثه. لما عيد الثلاثه يلا واحد اتنين ثلاثة. تعالي يا تعالي اطلع عليك يا ماما. اصلي جزمتي ضيقة عليا. هتحججي بقى حتى لو لبستي جزمة كاوتش برضه هسبقك. برافو برافو. نفسي اركب الحمار ده قوي قوي يا حبيبتي. تعالي يلا روحي. استنى يا شاطر. يلا يا حبيبتي هوبا. هناء اوعى تخليه يجري بيكي بسرعه. ما تخافيش يا ماما انا طالعه شاطره زي بابا. طب يلا بقى حلوه وريني شطارتك. يلا حبيبتي على مهلك. على فكرة يا هدى نسيت أقولك إن بابا هيوصل في الفجر. يجي بالسلامة. يعني هترجع تاني تبات في بيتكو ونتحرم منك؟ أنا معاكوا دايما لأنكوا في قلبي. ربنا ما يحرمناش منك أبدا يا كمال. تعرفي يا هدى كل يوم بحبك أكتر يا حبيبي. تعالي يا هناء. صباح على خير. وانتي من اهله يا حبيبتي. الله انتي اجمل واشك ام في الدنيا يا ماما. ميرسي يا حبيبه ماما. هناء ننام بدري بقى عشان نروح الصبح المدرسه. حاضر يا بابا. تصبحوا على خير. وانتي من اهله. يلا يا حبيبتي اتفضلي. يلا. استناني شوية لو سمحت. خير يا أستاذ شوكة؟ سعادة البيه الكبير منتظر حضرتك في الصالون. شكرا. سعيدة يا ماما. حضرتك طلبتني يا بابا؟ ايوه. انت متجوز وعندك بنت عمرها 9 سنين؟ رد. وقعدت مخبي عليا السنين دي كلها. انا اسف يا بابا، انا اضطريت لكده لاني كنت واثق ان حضرتك مش هتوافق. طبعا ما كنتش هوافق ابدا. جايب لي بنت من الشارع وعاوز تخليها واحده مننا؟ دي انسانه ممتازه جدا يا بابا، مش ذنبها انها فقيره. يعني مش من وسطنا. انا اللي بيحز في نفسي ان والدتك هي اللي شجعتك على العمل ده. ومفيش حل دلوقتي
غير كونك تطلقها. ايه؟ اطلقها؟ ايوه اطلقها، ودلوقتي حالا. مش ممكن يا بابا، مش ممكن، دي ام بنتي. بنتك هناخدها من امها، والتانية تتفضل وتورينا عرض كتافها. انا بحبها يا بابا ومش ممكن اقدر استغنى عنها. مبادئ العيلة اهم من كل شيء. عمر اسكت انت من فضلك، خلينا اتكلم كلمة واحدة. عاوزة تقول ايه؟ انا متأكدة اني مش قصدك ابدا تحطم ابنك وتقضي عليه بالشكل ده. بلاش كلام فارغ يا شوكت، يا شوكت. افندم تروح دلوقتي حالا بيت كمال تجيب البنت والتانية ترميها برا. حاضر يا فندم. ايه اللي حضرتك عايز تعمله ده يا بابا؟ انا مش ممكن اطلقها ابدا. يعني بتخرج عن فاضي؟ يا بابا مش ممكن اقدر اطيح حضرتك في حاجة زي دي، دي حياتي. ابقى انا متبرئ منك. عمر حرام عليك، ده ابننا اللي ملناش غيره. انا من النهارده ماليش ابن، ومن دلوقتي مالكش دخل في الشركه بره. عمر بيه بره وعاوز يقابل حضرتك. عمر بيه؟ ايوه. تعالي هنا، تعالي عشان تسلمي على جدك. اهلا وسهلا يا فندم. اظن انت عارفه انا جاي ليه. بيتك يا فندم، تشرف في اي وقت. ما فيش داعي لمجاملات، انا جيت اخد هناء. ارجوك يا سعاده البيه ما تقساش عليا، انا دلوقتي محتاجه العطفك ورضاك. ما تحاوليش تطمعي في كده، هناء لازم تتربى في الوسط اللي يليق بعيله ابوها. انا ما اقدرش اعيش من غيرها، دي كل حاجه ليا في الدنيا. أنا آسف إني أقول لك إنك ما تستحقيش تكون أمها. ليه؟ ضحكتي على ابني. إحنا كنا بنحب بعض. كنت طمعانة في فلوسه. أبداً، حضرتك فاهم غلط. أنت السبب في موته. لا! لا! يا ظالم، ليه عايز تهرب من الحقيقة؟ ليه مش عايز تعترف إنك أنت السبب في موته؟ أصل خد البنت. لا! 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 يا ماما أنا مش هروح معاكم. خشيهم يا ماما، ما تسيبينيش. خدوها بالقوة. لا انت مش يا ماما، ما تسيبينيش. تعالي معايا يا حبيبي، تعالي معايا. تعالي معايا يا فرحة. ايه تروحي معايا يا دادي، ما تسيبيش بنتي لوحدها. ماما ماما يا حبيبتي يا ماما. وانت اعملي حسابك انك مش هتقعدي دقيقة واحدة في البيت ده بعد النهاردة. وبعد ما تلمي هدومها تنكروا الشقة. يا ظالم. هنا هنا هنا
تتعبيش نفسك يا هانم، دي مسألة انتهينا منها. هناء مش هترجع لكم تاني أبدا. أرجوك يا سعادة البيت، ارقب بحال أمها المسكينة، دي حالتها تصعب على الكافر، دي مش حاسة بالدنيا أبدا. أبوس إيدك يا سعادة البيت. بلاش كلام فارغ. ما تنسيش إنه كان لك ضلع كبير في الكوارث دي اللي حصلت كلها. ما تظلمهاش يا عمر، انا والمرحوم ابننا اللي رحنا لحد بيتهم وخطبنا هدى، هي ملهاش اي ذنب ابدا. اسكت انت يا شيفة، ده موضوع اصبح منتهي والكلام فيه مفروغ منه. اتفضلي يا ست انت من غير ما ترد. بتطردني يا عمر بيه؟ انت فاكر البلد ما فيهاش قانون؟ البنت من حقنا، هناخدها منك بالبوليس بالمحكمة. اعملوا اللي انتوا عايزينه. هناء حسافر معانا دلوقتي حالا الى اوروبا. اوروبا؟ لا. ازيك يا هدى؟ وحشتوني قوي يا استاذ سالم. متشكر. اتفضلي. ازيك يا سعاد؟ واخرتها معاكي يا هدى، 3 اشهر وزياده وانت على الحال ده؟ حرام عليكي، ده انت طول عمرك مؤمنه. الحمد لله. وحياتك عندي، انا قلبي حاسس ان هيجي اليوم اللي هترجع هناء وهتفرحي بيها. بس انت كمان لازم تحافظي على صحتك، عشان اما تشوفك تلاقي قدامها امها الحلوه اللي كانت دايما بتفتخر بيها. يا حبيبتي يا بنتي، انا افتكر يا مدام هدى ان الحل الوحيد اللي يخليكي تخرجي بره الجو المقبض ده انك تشتغلي. فعلا انا لازم اشتغل. هايلة يا هدى، برافو عليكي. متشكرة. انت رزقك في رجليكي، عجبتي فؤاد بيه قوي، هينهبل عليكي. فؤاد بيه مين؟ فؤاد بيه عالي منجم ذهب ومستعد يغرقك لشوشتك،
وعزمك اللادي على فيلته. وريني شطارتك بقى. لا يا مدام، انا مش من الصنف اللي انت فاهماه. والنبي ايه؟ ما انت يا اختي من انه صنف؟ انا جايه هنا ادي شغلي وبس. الله، ده ما هو كله شغل. انا كنت فاكره ان هنا محل محترم. محترم غصب عن عينك، انت مش وش نعمه. متنعره على ايه؟ خدي حسابك ويلا في 60 داهيه. شركة المقاولات المتحدة. أسفة، توفيق بيه مشهور النهاردة. دي واحدة هحدد لحضرتك ميعاد. بعد بكرة الساعة 12؟ شكرا. الدواء. متشكر. العفو. في الحقيقة يا هدى، انت هدية بعتها لي ربنا. في الكام شهر اللي اشتغلتيهم في الشركة ما خليتنيش احس اني ناقص حاجة. متشكرة يا فندم، انا بأدي واجبي وحضرتك كريم قوي معايا. طيب كفاية كده النهاردة، يلا استعدي عشان اوصلك. متشكرة قوي، انا لسه قدامي شغل ساعة. اتفضل. نهارك سعيد. مع السلامة. الو. ايوه يا هدى، انا اتصلت دلوقتي بالاستاذ مدحت، لقيته مشي. كنت عايزه يجي لي البيت عشان نكتب التقرير اللي هنعرضه بكره على مجلس الاداره. معلش، انا متاسف، مضطر استعين بيكي. تحت امرك يا فندم. تحب اجي لحضرتك دلوقتي؟ انا هرتاح شويه وبعدين اقوم اراجعه، وتبقي تجي لي الساعه 8. كويس عشانك الساعه 8. طيب، مع السلامه. لسه فاضل كتير يا هدى. قربت اخلص يا فندم. طيب عال. ايه ده؟ دي هديه بسيطه بعبر فيها عن اعترافي باخلاصك في خدمتي. انا متشكره قوي واسفه، مش هقدر اقبلها منك. انت مش بتعتبريني زي والدك؟ طبعا. طيب وصح بنت ترفض هديه ابوها؟ لا يا هدى، ما تزعلنيش منك ولازم تقبليها. متشكره. قومي شوفي كده في المرايه قد ايه حلوه عليكي.
صدري، صدرك اللي يجنن يا هدى. ايه ده يا توفيق بيه؟ سيبني. غصب عني يا هدى، انا بحبك. ارجوك تسيبني. انا بحبك يا هدى، انا مستعد اعيش طول عمري عبد ليكي. سيبني ارجوك. وثروتي كلها هتكون تحت امرك. بقولك سيبني ارجوك. بحبك يا هدى، بعبدك يا هدى. عليك، خد عقلك. هدى، كان بودي ان احقق وعدي ونحضر في اجازة العيد، لكن ظروف سالم اخترتنا لتأجيل حضورنا في اجازة الصيف. سعاد. صباح الخير يا ست هدى، اتفضلي. حفيدة الوجيه عمر أدهم لعقد قرانها على محمد رستو الملحق بسفارتنا بباريس، وسيقام حفل الزفاف الساعة 9 مساء بفندق عمر خيام بالزمالك، وفي اليوم التالي سيسافر العروسان لقضاء شهر العسل في مرسى مطروح. يا حبيبتي يا بنتي، والفرحة بقلبي
انا يظهر نسيت نفسي، مش ممكن اقابل هناء وانا بالشكل ده واحرجها قدام جوزها واشوه الصوره الجميله اللي اخدتها عني، لكن مش ممكن اضيع الفرصه دي من ايدي. انا لازم احضر الفرح واكون اشيك واحده في الموجودين، لازم احضر الفرح. لازم اروح، لازم اتصرف. مفيش غير كده ويحصل اللي يحصل. متشكرة، من فضلك مفيش مكان اغير فيه هدومي. تفضلي. عند عمر خيام الزمالك من فضلك. بلاش عمر خيام، حاول الشارع الجاي. بسرعة شوية لو سمحت. أرجوك بسرعة أكتر. عمر الخيام تاني لو سمحت.
وقعت في ايدي يا حراميه. ايه يا بالفستان ده عشان تنصبي على حد تاني؟ من فضلك تعالى دقيقه واحده يا حراميه. انا مش حراميه، انا كنت محتاجه المبلغ اللي اخدته منك وكتبت لك بيه ورقه، قلت لك ده دين عليا احرده لك. لا يا شيخ، مش هتقدري تلعبي عليا تاني. دلوقتي حالا هسلمك للبوليس. تعالى. طب ممكن تديني فرصة الساعة واحدة بس؟ اشمعنى يعني الساعة دي؟ هحضر فيها فرح بنتي. أفندم، عاوزاني أصدق إن واحدة زيك بنتها تتجوز في مكان زي ده؟ دي الحقيقة. جدها أخدها مني وهي لسه صغيرة بعد موت أبوها. أصله ما كانش موافق على جوازنا عشان أنا فقيرة. والنهاردة بس بنتي وصلت مصر عشان تتجوز، وحتسافر تاني بكرة مرسى مطروح علشان تقضي شهر العسل. يعني دي الفرصة الوحيدة اللي حقدر أشوفها فيها، دي الفرصة اللي بستناها من 10 سنين. أرجوك ما تضيعهاش من إيدي، هيكون جميل منك مش هنساه لك طول العمر. أرجوك. هديلك الفرصة الساعة اللي انت طالباها، لكن بعد ما تنتهي هسلمك للبوليس. اتفضلي. متشكرة قوي. ماما يا دادا اهي اللي واقفه هناك دي ولابسه فستان ابيض. ست هدى. الله، انتوا مش كنتوا قلتولي انها ماتت؟ دي كانت اوامر جدك يا حبيبتي.
ربنا يسامحك يا جدتي. يا حبيبتي يا ماما. ماما هناء. حبيبتي يا ماما. أنا مش قادرة أصدق شفتك تاني نهار بنتي. يا ماما يا حبيبتي يا حبيبتي يا بنتي. ربنا يخليكي لي يا رب. يا سلام يا ماما، طول عمرك أجمل وأشيك أم في الدنيا. يلا بينا جوا. ايه اللي جابك هنا يا ست انسي؟ لازم تسيبي المكان ده دلوقتي حالا. جدي دي ماما ملهاش مكان بينا. وحياتي عندك يا جدي، تقبل انها تفضل معانا؟ انا اسف يا هناء، هكون أتعس واحدة في الدنيا لو ماما مشيت. لازم تمشي. ما تمشيش يا ماما، اوعي تمشي. عاوزاني أزعل منك يا هناء؟ لا يا عمر، أنت جدها وهدى أمها، أرجوك ما تزعلش منها أبدا. أهلا بيك يا هدى. أهلا يا حبيبتي. أهلا بيك يا ماما. وحشتيني وحشتيني موت. ست هدى، الحمد لله على السلام. أهلا يا فاطمة، وحشتيني. ازيك يا أستاذ حسنين؟ الحمد لله على سلامتك يا ست هنا. اتفضلي حلي عنا يا ست انتي، والا اضطر اني ابلغ البوليس. عن اذنكم تسمح لي عمر بيه اتدخل. الست دي مراتي. حضرتك مين؟ انا حضرته يا جدي باشمهندس احمد فتحي من الشخصيات الكبيره المعروفه في البلد. اهلا وسهلا يا فتحي. اهلا وسهلا، دي فرصه سعيده. متشكر والف مبروك. الله يبارك فيك. أنا آسف يا بس مهندس إنه ما سبقليش التشرف بمعرفتك، لكن ده ما يمنعش إني ما أقدرش أتنازل عن رأيي ووافق على بقاء الست زوجتك معانا. في خلافات كتير بيننا من زمان والنفوس مش صافية. اسمح لي يا عمر بيه أقول لك إنك غلطان. غلطت في الماضي ودلوقتي عاوز تكرر الغلط، تحرم أم من أحلى أمنية تتمناها، حضور فرح بنتها. أنا متأكد إن حضرتك موافق على الكلام اللي بقوله لك، بس كبريائك بيمنعك تعترف بكده. أنا بترجاك تتنازل عن الكبرياء ده عشان خاطر هناء، اللي هتكون أسعد إنسانة في الدنيا إذا وافقت إن أمها تفضل معاها في ليلة فرحها. أرجوك يا عمر بيه، أرجوك. اهلا بيك يا بنتي. ربنا ما يحرمناش منك يا بابا. يا حبيبي يا جدي، يا اطيب جد في الدنيا. ربنا ما يحرمناش منك ابدا يا عمر. اتفضلوا اتفضلوا بينا على البوفيه. اتفضلوا. سامحيني يا بنتي، أنا غلطت في حقك، لكن الظروف أجبرتني على كده. مفيش بنت تزعل من أبوها.
أظن الكفاية هنا، لازم تطلعوا تناموا، أنتوا هتصحوا بدري علشان تسافروا قبل الحر. عندك حق يا جدي. ماما يا حبيبتي متشكرة قوي يا أنكل. على فكرة يا ماما اوعي تنسي تكوني هنا بكرة الصبح انتي وأنكل أحمد الساعة 8 عشان تودونا قبل ما نسافر. إن شاء الله. تصبح على خير. تصبح على خير يا أنكل. وانتي من أهله. مش عارفة أشكرك إزاي. أنا اللي تحت أمرك دلوقتي، تقدر تسلمني للبوليس. أنت متصورة إن قلبي حجر؟ تفتكري بعد كل اللي شفته أقدر أتصرف تصرف يضرك؟ مش ممكن. أنا سعيد إني قدرت أقدم خدمة بسيطة لأم عظيمة، بس أنا مديونة لحضرتك بالمبلغ اللي أخدته. اعتبريه هدية بسيطة مني بمناسبة فرح هناء، وما تنسيش هنتقابل هنا بكرة الصبح الساعة 8 عشان نودع هناء قبل ما تسافر. تفضلي تفضلي أوصلك الحتة اللي انت عاوزاها.